IT شو بقى ونشوف فكرة الافتكاسات الجديدة في هذه الحياة. يا أخي دنيا غريبة، يعني الموضوع لم يعد خيال علمي، لم تعد تقنيات سينمائية من أجل الضحك. فاكرين الفيلم بتاع طاقية الإخفاء اللي عمل ضجة كبيرة، خصوصا أول ما طرح على الشاشات حتى التمانينات حتى التسعينات، الناس كانت مدهوشة من اللي بيحصل. ولكن العملية لم تعد دهشة فقط، ولكن هناك تطبيقات علمية وأفكار. العالم ينتقل من الفكاهة والنكتة وشطحات الخيال العلمي إلى التطبيق الفعلي. المرة دي النهاردة مش هنتكلم عن الطاقية فقط، ولكن العباءة الكاملة، عباءة الإخفاء. كنا اتكلمنا عنها وأحمد حسام هو اللي فتح معنا هذا الموضوع، إنها أفضل اختراعات 2009. إحنا مش في مواقف وطرائف، ولكننا في تحليل علمي. إيه التحليل العلمي؟ ما هي التقنيات المستخدمة؟ ده اللي هنفهمه مع أحمد حسام. أهلا بيك يا أحمد. أهلا بيك. إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. كله جميل؟ كله تمام. أنت هتشرح لنا دلوقتي الأفكار والتقنيات والخلفيات العلمية والنظريات وراء فكرة عباءة الإخفاء. تمام. لكن عاوز أعرف منك قبل ما أعرف كل ده، هي بتفيد في إيه العباية دي؟ لحسن في ناس ممكن تعمل بيها جرائم ومشاكل وحاجات زي كده. طيب انا اطمنك الاول، هي لسه مفيش تطبيقات علميه، مش هتروح المحل تشتري عبايه وتتخفى بيها وتروح تسرق حاجه او تعمل مشكله بيها. الكلام ده لسه تطبيقات على حجم معين صغير قوي دلوقتي، وكلها تطبيقات رايحه ناحيه الاستخدامات العسكريه، وان هي تبقى منتشره انتشار اللي يعمل ممكن يعمل مشكله. موضوع ده يخد. موضوع يخد هو ده طبعا تطبيقات عسكريه، جيوش تنتقل من مكان لمكان دون ان تشعر، حصان طروادة يعود من جديد. عاده الاختراعات دي بتتطور بسبب التمويل العسكري وبسبب الافكار العسكريه عشان التطبيقات بتاعتها. تمام. دي لسه ما استخدمهاش لسه بشكل عملي كبير، هي مستخدمه دلوقتي في نطاق صغير جدا ومش على المدى البصري. يعني بتقدر تخفي حاجه من موجات معينه، موجات مايكرويف وموجات تحت الحمراء، اشعه تحت الحمراء، بس لسه ما وصلوش للموجات البصريه. وانا هشرح ليه دلوقتي ليه المشكله قبلهم فين. طب احنا معانا فيديو، معانا فيديو ممكن نتفرج عليه. معانا على الشاشه دلوقتي الفيديو، نشوف ايه حكايه طاقيه مش طاقيه الاخفاء، جلابيه الاخفاء وعباءة الاخفاء. تمام. والفيديو معانا هنا بيورونا ده كانوا بيجربوها ناس في اليابان. التكنولوجيا دي ابتدوا فيها يفكروا فيها من 2006، ودي كانت التجارب الاوليه. دي زي ما احنا شايفين اهو الراجل لابس جاكيت بتاعه او بلطو، والبلطو ده تقريبا شفاف على الخلفيه اللي وراه. يعني دي الصوره دي مش فاهمها يعني. ما دي انا هشرحها دلوقتي. وفي نوعين من تكنولوجيا الاخفاء. دي اول تكنولوجيا فيهم. دي اول نوع حاجه اسمها اوبتيكال كاموفلاج او الاخفاء البصري. الاخفاء البصري دي يعني معقده شويه، والاجهزه اللي فيها تقيله شويه، وملهاش اي استعمال عملي غير ان هي يحاولوا يطبقوا النظريه ويشوفوا هل هي فعلا تنفع ولا لا. الفكره دي عباره عن ايه؟ الموضوع بمنتهى البساطه، هو بيحط كاميرات ورا الشخص وبيصور الخلفيه اللي وراه، والكاميرات دي عن طريق الكمبيوتر بتبتدي تعرض الكلام دوت على لبس الشخص ده قدامه، فانت تقدر تشوفها اكنه هو شفاف. الفيديو ده احنا كده دخلنا في الجزء الثاني، خلينا نشرح اول فكره الاول بعدين نخش على الفكره. خلينا في الجزء. الفكره الاولانيه بمنتهى البساطه متعتمد على التكنولوجيا حاجه اسمها اوجمنتد رياليتي. ابتدت تظهر دلوقتي. اوجمنتد رياليتي دي عباره عن ايه؟ ان انا ببقى شايف المنظر الطبيعي قدامي والكمبيوتر بيساعدني. بيسموها الحقيقه المعززه. بالظبط. الواقع المعزز. بالظبط. يعني هو ما بين الواقع الافتراضي والواقع الحقيقي. انت حاجه في الوسط، ودي نظريه جديده خارجه من الفيرتشوال رياليتي. بالظبط. او الواقع الافتراضي. فهو الفكره ان هي مش اخفاء بطريقه حقيقيه، يعني انت مش هتمشي في الشارع محدش شايفك، لا انت محتاج اجهزه معقده وليها استخدامات بسيطه قوي، ان انت بتركب كاميرات عشان تعرض حاجه زي كده. عايز شخص زي ده يبقى مختفي وباين الخلفيه اللي وراه زي ما يكون مش لابس حاجه، هو مستخبي تماما مخفي. دي عن طريق الكاميرات. عن طريق الكاميرات او حاجه زي كده. فهو باختصار بيبقى هو فعلا لابس بلطو بالشكل ده الحقيقه بدون الاجهزه، بيبقى منظره زي المنظر اللي هنا ده. البلطو ده معالج بالنانو تكنولوجي، معالج بشكل معين اللي هوريها لك هنا بالظبط. مش نانو تكنولوجي بالظبط، بس معالج بماده. دلوقتي لو اي ضوء نزل على اي ماده بينعكس في الاتجاه العكسي كده زي ما احنا شايفين. اي ماده مش عاكسه بتشتت الضوء في جميع الاتجاهات. انما في نوع من التكنولوجيا بتبقى زي الكور الصغيره كده، نانو تكنولوجي بالظبط كده. الضوء لما بينزل على حاجه بيرجع في نفس الاتجاه بالظبط، بيرتد في نفس الاتجاه اللي صادر منه الضوء. فبالتالي كأنه ما شافش الحاجه بقى. لا مش ما شافش الحاجه، هم ليها طريقه ثانيه. انت دلوقتي دي تخيل ده الراجل اللي هو مخفي، واحنا عندنا هنا دي الخلفيه اللي انا عايز ابينها. بحط كاميرا خلف الراجل ده بيصور الخلفيه اللي عندي ورا،
في كمبيوتر بيعالج الكلام ده عشان يشوف الناس هتقدر تشوف الشكل ده ازاي، بيروح بعد كده لعاكس يعكس الصوره الخلفيه دي على الشخص. فالشخص الاوبزرفر او المتفرج بيبتدي يشوف الخلفيه معروضه على الجاكيت بتاعت الشخص لان هي جايه كده بترتد في نفس الاتجاه. ما فهمتش قوي تاني. دلوقتي احنا قلنا التكنولوجيا دي ميزتها ان هي الضوء لما بيجي كده بيرتد في نفس الاتجاه بالظبط، ما بيتشتتش. تمام. فهو هنا بيعملوا ايه؟ بياخد صوره من اللي ورا هنا يبتدي يعرضها زي بروجيكتور على الشخص اللي هنا. فلما البروجيكتور يجي كده يرتد في نفس الاتجاه، فالشخص اللي بيتفرج شايف الصوره اللي معروضه ورا، فبالنسبه له يبقى الشخص ده شفاف. لا. دي اول طريقه. ثانيه واحده، يعني دلوقتي هنصور الخلفيه اللي في ظهر خلينا بس نجيب صوره على عليه. هنصور الخلفيه دي. تمام. كويس. بعد ما نصور الخلفيه دي هتروح عن طريق الكمبيوتر بيعالجها، البروجيكتور والكمبيوتر بيعرضها هنا تتعكس على عند على البروفيسور اللطيف اللي واقف ده. كويس. البروفيسور الواقف ده بيتفرج، ده عايز يشوف المنظر زي ما يكون الشخص ده شفاف، فبيعمل ايه؟ احنا بنعرض صوره الخلفيه على البلطو بتاعه الراجل ده. تمام. اللي انا عايز اخفيه. تمام. فالصوره اللي بتتعرض بترتد من نفس الاتجاه بالظبط على الراجل ده. تمام. بيشوفها اللي هي الخلفيه اللي ورا هنا. يعني انا كده هشوف الخلفيه مش هشوف الراجل بالزبط. عن طريق ان انا بعمل ميرور زي المرايات، بخلي الخلفيه تظهر مكان الشخص اللي بصوره ايا كان ده راجل حيطه اي حاجه، يعني اي مكان بتظهر مكانها. فانا كده بعمل كان الموضوع موجود مرتين، كان الصوره الاساسيه موجوده مرتين. تخيل، عارف كده اوجمنتد يعني بالزبط. معززه يعني انا اللي بصنعها. يعني عارف لما انت مثلا لو تروح في السينما وقفت قدام الشاشه بتلاقي الشاشه معروضه على جسمك. فهي نفس الفكره. مشكلتها طبعا ايه؟ ان محتاجه كل الاجهزه دي عشان ينفع تخفي الراجل ده. هما هي بدايه التطوير بتاعها عشان هما ناويين بعد كده ان ما يبقاش في حاجه بتعرض هنا، لا يبقى البلطو ده عباره عن شاشات صغيره بتعرض الصوره اللي وراها، فتقدر بعد كده تبقى حاجه موبايل او تقدر تتنقل بيه. بس دي لسه عشان يوصلوا حاجه زي كده محتاجين تطبيقات او تطورات في النانو تكنولوجي. ناس بتفكر دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه بقى اخفاء بجد. خلينا بقى نشوف الفيديو بيشرح لنا الضوء انا بشوف الحاجه ازاي. انا بشوفك عشان الضوء جاي عليك.